التركمانية العراقية اجتماعها الثاني في مدينة كركوك برئاسة رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، حيث تمت خلال الاجتماع مناقشة سبل تكثيف الجهود ووضع البرامج لعمل اللجنة من خلال حث وتشجيع الناخبين التركمان على استلام بطاقة الناخب الإلكترونية وضمان المشاركة التركمانية الواسعة في الانتخابات المقررة إجراؤها في 12 من آيار المقبل. بغية مناقشة الاستعدادات لخوض الانتخابات المقررة إجراؤها في 12 من آيار المقبل، عقدت اللجنة التحضيرية للانتخابات التابعة للجبهة التركمانية العراقية اجتماعها الثاني برئاسة رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، وبحضور نائب رئيس الجبهة وعضو مجلس النواب حسن توران والناطق باسم الجبهة التركمانية علي مهدي، إضافة إلى حضور أعضاء اللجنة من ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التركمانية. وجرى خلال الاجتماع الحديث عن أهمية القصوى للانتخابات المقبلة بالنسبة للتركمان وتكثيف جهود منظمات المجتمع المدني في القيام بجولات في المناطق التركمانية والقرى والأرياف لحث الناخبين التركمان على استلام بطاقة الناخب من مراكز التسجيل التابعة لمفوضية الانتخابات لضمان حقهم في التصويت في الانتخابات المقبلة، فضلا عن تفعيل وتكثيف دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في إفهام الناخبين التركمان بشأن أهمية الانتخابات وتقديم برامج خاصة بهذا الصدد وتغطية الفعاليات التي ستقوم بها اللجنة التحضيرية للانتخابات التابعة للجبهة التركمانية العراقية، فضلا عن إقامة ندوات جماهيرية وأمسيات أدبية وفنية في مختلف الميادين والساحات العامة والمناطق حول الانتخابات البرلمانية المقبلة ووجوب العمل الجاد لإيصال أكبر عدد من المرشحين التركمان إلى البرلمان العراقي. وعن تفاصيل المواضيع التي ناقشها الاجتماع